فنانينا الكبير الفنان محمود عبد العزيز، هل حققت كل احلامك؟ لا طبعا، يعني الحمد لله طبعا في جزء كبير من الاحلام اتحقق، او مش عايز اقول احلام، انما في جزء كتير من الـ الحاجات اللي الواحد بيحس بيها اللي عايز يحققها، انما تحقيق كل الاحلام ده صعب، يعني يبقى الواحد بقى ايه، يبقى انتهى خالص لو حقق كل حاجه. ده في احلام ان الواحد يعمل احسن واحسن واحسن واحسن. يا رب دايما. هي الاحلام اصلها بتتجدد ازاي؟ طب يعني حضرتك بتحلم بايه؟ حضرتك بتحلم بايه؟ كوابيس بالليل يا ساتر. نقول بتحلم تحقق ايه في السينما المصريه؟ لا، ما انا هقول لحضرتك حاجه، يعني هي الاحلام بتتجدد، كنت اقصده بمعنى ايه؟ ان من 20 سنه كان نفسي ابقى مخرج، فلما ابقى مخرج بيبقى حلم تاني مجدد ان اعمل افلام كويسه. لما بعمل افلام كويسه بفكر ان يبقى افلام كان في حلم تالت الواقع، فالحلم وحش غير الفلوس يا سيدي، غير الفلوس فلوس ايه؟ فهو يعني ما فيش منطقه معينه بيقف فيها حلم الانسان، لان لو الواحد فنان بالذات لو الواحد الله يكرمك متشكرين، لو الواحد وصل لمنطقه وحس انه حقق فيها كل احلامه يبقى احسن حاجه يعملها انه يضرب نفسه بالرصاص او ينتحر، لان خلاص هيبقى عايز ايه بكره؟ دايما بتلاقي يعني بتجد حضرتك هو ما يقصدش طبعا الانتحار او بتاع الكلام، طبعا القتل مش حلو الانتحار، لكن هو يعني يبقى انتهى، يعني خد يعني كفنان اذا حس انه خلاص كده حقق اللي عايز يعمله فياخد بعضه ويتكل على الله. يعني استاذ مدحت، قصه فيلم سماره اللي عملها والدك المرحوم عبد المنعم السباعي رحمه الله عليه، الفيلم ده انت حضرتك خدت التيمة بتاعته الأساسية، والسؤال ده فيه اتهام ليك وعملتها في أربع حاجات، هل الحكاية دي صح؟ أربع حاجات؟ أربع أفلام، تيمة سمارة. لا هي فيلم واحد، وأشرت فيها حتى الفيلم أشرت في التترات، لأن هي عن قصة كاتب الراحل عبد المنعم السباعي. برضه بتاعت أبويا يا أخي، ما في فيلم عايز أعملها. بعدين يعني ورث في الآخر أربع حاجات في خمس حاجات. حتى ما خدتش حاجة من ولد زميل مثلا سمير. والله من واحد خواجة. وده ورث أبويا ما سابليش فلوس. طبعا. حاجات يعني. ساب له صبارة. طب أستاذ مدحت، حضرتك خريج معهد فنون مسرحيه سينما، معهد السينما، احنا جنب بعض الفنون المسرحيه، ما هو اصل معهد السينما خريج معهد السينما، لان المعلومات كانت ان حضرتك اتخرجت من معهد فنون مسرحيه وما اخرجتش للمسرح، فكنت هسال اقول لماذا؟ لا هو هقول لحضرتك حاجه، انا اللي كنت الطالب الوحيد اللي في المعهدين في نفس الوقت، يعني قابلت في معهد الفنون المسرحيه وقابلت في معهد السينما، يمكن عدم اخراجي للمسرح يمكن اعمل التجربه دي، بس لازم اكون بعمل فيها حاجه انا عايزها، يعني زي بالظبط لما بدات التلفزيون انا دلوقتي كل تركيزي فعلا على السينما وهي يمكن اقرب لقلبي اكتر، لكن مش لاني عايز اعمل مسرح، اعمل مسرح والحمد لله كنت الاول دفعتي في السينما من يوم ما دخلت لحد ما اتخرجت معه ولحد ما اتخرج الدنيا الفنان النجم محمود عبد العزيز، لو انت اخذت مكاني وبقيت مذيع وتسال الفنان المطرب هاني شاكر سؤال هتقول له ايه؟ اقول لهاني ايه يعني؟ اقول له يعني انا سؤال هو في الحقيقه طبعا يعني هو كل واحد يبقى عارف وعايز ايه كفنان يعني، بس انا هاني يعني بالنسبه لي كصوت بحبه جدا وهو عارف ده كويس يا رب يخليك، وكنت مره قابلته في حفله مش عارف افتكر ولا لا، في كنا في نادي الشرطه كده طبعا، فمش يعني هو ممكن يعني هاني طاقته لازم يبقى اكبر من كده ب 100 مره، يعني ممكن يدي اكتر من كده 100 مره، معرفش هل ده كسل منه ولا هل ده مش عارف، يعني انا بساله الهادي يعني هل ده كسب منك انك مش عايز تدي مش اكتر من كده بيتمرن انت تبقى
اكبر من هذه بشكل يعني تدي انتاج اكتر من كده 100 مره يعني تدينا وتدي الناس وتسمعنا الاغاني المدروسه اللي بتعملها والحانك مع خالد الامير والحانك مع ناس كتيره جدا عملوا لك الحان حلوه وفي بعض حاجات انت لحنتها لنفسك مش كده برضه ولا انا فانت ليه يعني ليه مش ملعلع من جواك يعني ليه مش عايز تلعلعنا معاك يعني هو يمكن بامانه شديده المناخ يا محمود النهارده المناخ الفني ما هو المناخ عموما بيفرق بالظبط كده بيفرق يعني زمان زي ما كنا بنقول حتى في بدايه الحديث الغنوه لما كانت بتطلع في التلفزيون بيشوفها كام مليون وبعدين كان مسموح لك انك انت تغني الغنوه مره واثنين وثلاثه لان كان في حفلات كتير كان في فرصه انك تقول الغنوه مره واثنين وثلاثه واربعه النهارده وسيله الانتشار وهي الكاسيت بقى هاني زي فلان زي علان زي ترتان زي كله زي بعضه ما بقاش فيه تميز ليه لان الحفلات ما هياش كتيره قوي زي الاول ما هياش بتغطي الساحه الفنيه زي زمان كان بيبقى عندي حفله يعني انا كنت هقول لك اول ما طلعت مثلا كان كل خميس عندي حفله مره مع مدام شاديه مره مع مدام ورده مره مع مدام فايزه مره هنا مره هنا مره هنا وسفريات وحفلات كان المناخ الفني انضج كتير غير النهارده للاسف الشديد يا محمود وسيله السمع الاغاني الكاسيت فقط لا غير الحفلات ما هياش بالكثره اللي كانت موجوده عليها وما ما بتغذيش اسماع الناس زي الاول وبالتالي زي ما بقول لحضرتك النهارده كله تحس انه زي بعضه ويعني انا مش عايز اقول يعني انا مش يعني انا معلش مش معاك في ده قوي يعني مش كله زي بعضه لا يعني قصدي يعني كله بيقدم كاسيت ما انت بتقدم كاسيت كله بيقدم شريط كاسيت ما انت برضه بتقدم شريط كاسيت وشريط كاسيت مش عايزين نتكلم يعني انا بيكسب كاسيت ان شاء الله بنتكلم على مثلا طب انت لما تيجي اغنيه في الاذاعه تقدمها للاذاعه طبعا بتزحها لك على طول طبعا ما تقدرش تقول لهادي شكل لا مش هقدر اسالك طب اذا ما نفترض ان الحفلات بتقول حياتك مش موجوده زي الاول وانك بقيت انت الكاسيت هل من الممكن انتاج حفلات او بمعنى اخر مش لازم نستنى ان الدوله تعمل لنا اضواء المدينه هل ممكن انت بالاشتراك مثلا مع اثنين ثلاثه زملاء اخرين تقدروا تعملوا حفله اعتقد ان بيبقى صعب هي المشكله ايه صعوبتها يعني؟ المشكله مش في الفنان يا مدحت المشكله في المتعهد اللي يقدر يعمل لا انتوا بنفسكم زي ما انتم هو لازم يعني. لازم لها اجراءات يعني اعتقد ان انتوا بعد خبرتكم عايزه تصاريح معينه عايزه اعفاء ما اعرفش ايه يعني عايزه مسار روتينيه بالظبط كده يعني فكرتوا فيها مثلا لا ما فكرناش بس يعني انا بقول لك انها بيبقى صعب يعني مش بس ان انا اغني في حفله وخلاص مش مجالي لا مش مجالي يعني عايزه خبره ثانيه وتجربه ثانيه انا بيحضرني حاجه برضه الهادي يعني انا ممكن تسمع هادي مثلا في غنوه المرحوم استاذ عبد الوهاب من غير ليه ويقولها هادي تمام باحساس حقيقي طبعا استاذ عبد الوهاب ده موضوع ثاني يعني ده الله يرحمه يعني ده موضوع تاني خالص لكن احساس هادي بيها وانا سمعتها هادي في اكتر من مناسبه وكانت يعني كده فكان بيقول فيها حاجات كتير جدا ليه ما بقاش في حاجات من الشكل الجميل اللي كنت انت بتقوله زمان لعبد الوهاب والاغاني القديمه الطويله والتقطيع الحلوه بتاع زمان دي وبتاع ويعملها هادي بشكل يعني اذا كان في عايزين كاستات نديهم كاستات يعني هو كاستات يعني مش مشكله يعني صح لكن انا برايي ان انت برضو تكثف شويه في حكايه الاذاعه دي تعمل لنا اغاني وتعمل لناس اغاني ونسمعك حقيقي انت حرام ان صوت زي هادي شاكر مش بنافعك طبعا لكن حرام ان صوت زي هادي شاكر يبقى محدود في غنوه او غنوتين او عايش انا طويلة. على تا 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 يعني الحاجات بتاعه زمان وكمان زي ما انا بحبها لغايه دلوقتي الاغاني دي بسمعها بس دايما هتسمع الاغاني دي ده امل يعني.